أكثر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. السلام قروان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس على امتداد 120 دقيقة تكون حواراتنا وتحقيقاتنا الصحية والطبية بامتياز، وهو القائل: قد لا يتم وجود الخير الكثير الا بوجود شر يسير. العلامة التونسي عبد الرحمن ابن خلدون. تتسويت سومير. ما تنسوش في ساعتكم الاولى جورنال دو سانتي باش يكون حديثنا شيفر سانتي، ونقدموا لكم بعض الارقام اللي قدمتها لنا منظمه الصحه العالميه اجندا سانتي واهم المواعيد. مش نقرا لكم جزء من البلاغ اللي كانت اصدرت وزاره الصحه ووزاره التجاره، خاصه مع الفوشيك اللي باش نلقاو موجود توا واللعب اللي موجوده بمناسبه العيد. اما اليوم في زوم سانتي باش يكون حديثنا حول فرق حفظ الصحه، عمليه المراقبه شهر كامل، شنو اللي لقاوه شنو اللي ما لقاوش، تكثيف عمليه المراقبه في العيد هذا. هذا واكثر باش يكون موضوعنا اليوم في زوم سانتي. الو دكتور. هذا اللي استنى فيكم من بعد بشوي. اهلا وسهلا بكم الناس كل على راديو الحياة فهم. سانتي 5.0. على امتداد شهر كامل تتواصل حمليات الصحة وفرق الصحية في تونس الكل وخاصة في ولاية القيروان. بعض الارقام وخاصة بعض النصائح هذا اللي باش نقدموها في بعد شوية في زوم سانتي. زوم سانتي. 6% من مجموع الولادات اللي تحدث سنويا تعاني من وجود خلل وراثي، هذا حسب منظمة الصحة العالمية. شيفر سانتي. وين تشير التقديرات أنه حوالي 7.9 مليون ولادة أو 6% من مجموع الولادات اللي تحدث سنويا تعاني من وجود خلل وراثي المنشأ أو خلل وراثي جزئي. ومع ارتفاع معدل انتشار اضطرابات الوراثية مثل الأمراض الجسيمية، فإن دول إقليم شرق المتوسط تشارك بجزء كبير في هذا العبء بما يقدر ب 26% من مجموع الولادات السنوية المصابة بعديد الأمراض. ويلاحظ أن معدل حاملي المرض قد تكون عالية وتصل إلى 50% و30% لفقر الدم المنجلي في بعض بلدان الإقليم أو ضمن فئات معينة من السكان داخل هذه البلدان. وتساهم الممارسات الثقافية مثل زواج الأقارب كعوامل هامة في هذا الانتشار الواسع. واعتمدت جمعية الصحة العالمية قرارين بشأن الأمراض الهيموجلوبينية كقرار WHO حول فقر الدم المنجلي، والذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية في دورتها 59 في ماي 2006، وأيضا القرار حول العيوب الخلقية بما في ذلك فقر الدم المنجلي، والذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية في دورتها 62 في عام 2010. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. في أقل من 4 دقائق باش تكون فلاش انفو للعشر نص أجندا سانتي. بعد بشوية أهلا وسهلا بكم الكل على راديو الحياة فهم. سانتي 5.0. نذكركم في زوم سانتي اليوم مش نحلو تحقيق كامل حول العمل الميداني لفرق حفظ الصحة في ولاية القيروان. هذا بارتين من الحداش. زوم سانتي. لجورني ناسيونال دو لا ريشيرش ان بسيكاتري، هذا باش يكون موضوعنا في اجندا سانتي. اجندا سانتي. ونذكركم انه في اجندا سانتي كالعادة نقدموا لكم اهم المواعيد الطبية والعلمية في تونس وخارج تونس. واليوم باش نحكي لكم على 17 جورني ناسيونال دو لا ريشيرش اون بسيكاتري باش يكون بولاية المنستير بتاريخ 19-20-21 ماي 2022 باحد النزل الخاصة بولاية المنستير. تنجموا تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فهم وين تلقاو اليان فيه البروغرام كامل واكثر التفاصيل. سينو تدخلوا على السيت www.psy-monastir. psymonastir.org. هذا اللي زاد نجمو تلقاو عليه. هذا فيما يخص لي 17 جورني ناسيونال دو لا ريشيرش اون بسيكاتري بتاريخ 19-20-21 ماي 2022. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة فهم. ثم تسمعوا في الاذاعه الاولى المختصه في الصحه. سونتي 5.0. الفرق مازال متواصل في عملية الرقابة خاصة مع المصالح الحلو توا مع العيد. فرق الصحة في ولاية القيروان، هذا باش يكون موضوعنا من بعد بشوي. زوم سانتي.
سينو باش نحكي لكم على القرار التونسي والشراكة التونسية الصينية، وين يتأكد انه باش يكون عندنا ترويق طبية صينية للعمل بعدد من المستشفيات التونسية. كواد نوف سانتي، هذا في بيان اللي كانت أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج سيد عثمان جرندي في صباح نهار الخميس 28 أفريل، وين أشرف مع نائب وزير التجارة الصيني على التوقيع عبر تقنية الفيديو على وثيقة التسليم والاستلام لمشروع الأكاديمية الدبلوماسية اللي تم إنجازه في إطار التعاون الاقتصادي الفني بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها بالجمهورية الصين الشعبي. وزاد من ناحية أخرى، كان أعرب نائب وزير التجارة عن عميق ارتياحه مع سلطة بلاده لتطور العلاقات الصداقة والتعاون القائمة مع تونس، مجددا على استعداد الصين لمساندة مسيرة تونس التنموية. وين زاد أكد أن السيد الوزير التوقيع مع سفير الصين بتونس على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإرسال فرق طبية صينية في بلادنا باش تتوزع على المستشفيات الجهوية بجندوبة سيدي بوزيد وقفصة وبمركز التكوين في الوخص بالإبار بالمستشفى منجي سليم بالمرسى، كما تولى الجانبين التوقيع على وثيقة تبادل الرسائل الخاصة بتوفير معدات وتجهيزات طبية لفائدة المستشفى الجامعي بصفاقس اللي تم إنجازه في إطار التعاون التونسي الصيني، واللي أشرف رئيس الجمهورية على تدشينه في 10 ديسمبر 2022. وكان أكد الجانبين التونسي والصيني على المكانة الهامة للتعاون التونسي الصيني في المجال الطبي ضمن مجالات التعاون الثنائية، معبرين على الرغبة المشتركة في مزيد الارتقاء به. دونك حبينا نأكد لكم الخبر أنه باش نلقاو طواقم طبية صينية موجودة في مستشفى جندوبة وموجودة خاصة في مستشفى سيدي بوزيد، وأكثر من هكا أنه تم التوقيع على المذكرة الخاصة بتوفير المعدات وتجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجامعي بصفاقس. كانت هذه كواد نوف سانتي، أهلا وسهلا بكم ناس كل على رجل الحياة فهم سانتي 5.0. تكثيف الحملات لمراقبة والحفاظ على صحة المواطنين التونسي، هذا منذ بداية شهر سيدي رمضان في تونس الكل في ولاية القيروان آخر الأرقام، حملات استثنائية مع ازدياد استهلاك التونسي للحلو بمناسبة العيد. هذا وأكثر بشي يكون موضوعنا اليوم مع سانيس زيدي كهيئة مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. زوم سانتي سانيس، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، شكرا إذاعة الحياة فيها على الاستضافة هذه. نشكرك على حضورك بحضرنا سيانيس. منذ بداية شهر سيدي رمضان كثفتوا في حملاتكم الرقابة على غير العاد، حبينا ناخذ معك على الأقل بعض الأرقام في أول حديثنا معك، وبعد خلفهم كيفاش تم عملية المراقبة بالضبط. بالفعل احنا تطبيق اللي منشور السيد وزير الصحة وبرنامج إدارة تحفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، معناها قمنا بتكثيف المراقبة الصحية من قبل شهر سيدي رمضان للمحلات المفتوحة للعموم اللي تتعرف كثافة استهلاك في الفترة هذه. الفرق عدنا فرق على مستوى جهوي تعمل مع إدارات مع لجان مشتركة كيما التجارة الصحة البلديات والأمن ديوانة وحتى مصالح الفلاحة وكل إدارات مشتركة مع لجان مشتركة ونخدم معناها عمل معناها الإدارة الفرعية مراقبة وحدنا ومراقبة روتينية نذكرهم روا العام ولا 12 شهر لا كثفناها وعملنا ثلاثة فرق صباحية وثم فريق فيما بعد الظهر وثم فريق في المساء في الليلة. تركيزكم بخصوصية شهر سيدي رمضان ومش نجي في الأرقام، ركزتوا على بعض الأنشطة معناتها الغذائية أكثر من أخرين توفيه. بالفعل ثم خصوصيات في شهر سيدي رمضان كما معناها المؤسسات الاجتماعية للطيب كما مأوى المسنين، كما مطابخ المستشفيات اللي تعمل في الليل، كما مطابخ الجامعية والمدرسية، وكما مطابخ النزل والمطاعم السياحية. هذه كثفنا عليهم الرقابة بتبيعتهم لأنهم من النشاط نتاعهم يمس أكثر شريحة في المجتمع. به هو المعروف مثلا توسيانيس شهر سيدي رمضان فيه برشا استهلاك مثلا الزلابية والمخارق، فيه برشا استهلاك لك الحلويات بصفة عام، كثفتوا زاد عملية مراقبة للنوع متاع الأنشطة هذية. بالفعل كثفناها خاصة في الفترة الأخرانية اللي تشهد في آخر فترة متاع قرابة العيد، معناها استهلاك كبير للحلويات، وحتى عدنا معناها آلات باش نقيسوا بها معناها اسكو الزيوت هذيك اللي نتاع القلي معناها صالحه للاستهلاك ولا غير صالحه للاستهلاك. تقنيتها انا جايين حد 22 من الشهر هذا هكا
قديش من عملية مراقبة مخالفات القرارات اللي كنتوا أصدرتوها منذ انطلاق شهر سيدي رمضان حتى 22 أفريل؟ بالفعل فرق الإدارة الفرعية للصحة البيئية والفرق الوحدات المحلية في المعتمديات نشكرهم زيد على المجهود اللي يخدموا به مجهود كبير. قمنا ب 2723 زيارة فقط المحلات ذات صبغة غذائية، من بينها 243 تنبيه كتابي، وقع أخذ 647 عينة للتحاليل المخبرية خاصة من مقاوي المسنين والمؤسسات التربوية والجامعية ومطابخ المستشفيات. عدد المحاضر 88، وتم اقتراح غلق 8 محلات مفتوحة للعموم لم تستجيب لشروط حفظ الصحة. 88 تنبيه، وقلت لي 243 تنبيه كتابي، 88 محاضر ها، واقتراح غلق 7 محلات مفتوحة للعموم. 7 محلات مفتوحة للعموم. خلنا نسألك، أغلب المخالفات الصحية اللي كنتوا عاينتوها هذه ماشي في شنو بالضبط؟ مثلا العمل ما عندهمش تحاليل طبية، أي عامل رو في محلات مفتوحة للعموم يزم عنده تحاليل طبية، فهمني؟ وتم معناها خاصة المركبات الصحية لاحظناها في بعض المحلات ما يجت التسجيل، مثلا زي العمل يلزم على الأقل المواطنين يوعوا باش يأخذوا من محلات مراقبة صحية باش على الأقل حفاظا على صحتهم وعلى صحة صغيراتهم وعلى صحة به. خلال الفترة هذه يصير حي مقحز حوالي أكثر من 10 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، من بينها أكثر من 5000 كيلوغرام 5 طن من بين خضر وغلال، و 1772 علبة مصبرات، ورابة 51 كيلوغرام من الأسماك، و 37 كيلوغرام من لحوم الدواجن، و 40 كيلوغرام من اللحوم الحمراء، وحوالي 320 لتر حليب، و 157 علبة ياغورت غير صالح للاستهلاك، و 89 لتر من المشروبات الغازية والعصائر، إضافة إلى عديد المواد الأخرى اللي هي أظن أهم. به سينيس، زيد فسلي على الأقل بعض النقاط خليفهم الدوري اللي قاعدين تقوموا به، وكان عندكم بعض الأسئلة اللي تحبوا تطرحوها تنجموا تكلمونا وتخليوا على الباج أوفيسيال فيسبوك على 70 35 120. تو أنا تقول لي معناتها شديته يا غرد غير صالح للاستهلاك، معناتها منتهي مدة الصلاحية، يا أما منتهي الصلاحية يا طريقة الحفظ ماهيش معناها مش موجود في الثلاجة، وإلا مش موجود في معناها درجة حرارة اللي هي يلزمها تكون فيها. يعني احنا عدنا دي ترمومتر آليات نقيسوا بها، تم بعض المحليات المواد الغذائية معناها سلوك غير صحي، يسكر الثلاجة في الليل ربما يقول لك استهلاك على فاتورة الضوء، وينجم يضر بها المواطنين والصغيرات معناها حاجة أخرى. بكري قلت يحجزنا جازوز، معناتها لقيتوا جازوز ماهوش تونسي ولا في ظروف غير صحية، خليه والعبيد اللي كيمشي يمشي يا اخوي قصه شويه هي معناها تاريخ الصلوحي، معناها ثم جازوز معناها وعصائر تتجاوز الصلوحي، ماذا بين المواطنين يثبتوا في تاريخ الصنع وتاريخ الاستهلاك قبل ما وطريقه الحفظ قبل ما يشتريوا المواد الغذائيه. تو اللي خذيته من عندهم يبدا في باله اللي معناتها مد الصلوحيه نتاعو فيت الجازوز ولا كجو، خاصه الجو باش تعطيه الوليد الصغير الاغلبيه ما يكونش في باله، اما هو لازم يكون في باله لانه هو مسؤول على السلعه اللي يبيع فيها، لازم يعمل ديما تورني على الحانوت نتاعو باش يشوف شنو هي المواد كيما فيرست ان فيرست اوت، اللي يدخل قبل اللي يخرج قبل، فهمني؟ خلينا نفهم نقطه اخرى زيد سي انيسه، كان تسمح لي كي تقول لي انا فيما يخص الحليب، نحكيوا على حليب في الباكويت ولا نحكيوا على معناتها الحوانت اللي تبيع فيك الحليبك البن والرايب واللي ديري فيه نتاعو، شنو هو بالضبط؟ الاثنين، الأما الأكثرية الحليب اللي موجود في نرخوه في الدبس بلاستيك مثلا بتاع جازوز بتاع ماء ويصبوا فيها الحليب، ما نعرفوش شنية مصدرها الدبس هذيك، ربما يكون اللي بيع فيها معناها جايبها من البوبيرة بتاع الفضلات ويغسلها، وربما يشرب منها شكون قبله في قهوة يجيبها ويصب فيها الحليب ما ندروش عليها، لأن هي إذن أمبلاج يكون كونفور خاص بها، نعم خاص ومطابق للمواصفات. إيه نعرفوا الناس الكل كي تمشي تو معناتها للحليبي معناتها خلينا نقول نعرف يمد لك الدبوسه نتاع الماء اكل بلاستيك نتاع عيطره ونص وتقول له عبي لي فيها، ولا هو يمد لك ديجا مسكر ويقول لك تفضل، معناتها ما في بينا ماهيش مخالفه، بازره واغسلها على الاقل ولا نظفها وكو ويقول اغسلها، هذه غير سلوك غير صح، اللهم يجيب امبلاج من داره، معناها يجيب امبلاج من داره ولا تبيعوا في ساشي اليمونتير، هذا نوصيوا فيها معناها اللي يبيعوا في الحليب والرايب وكذا كذا، ولو ظني لانه الدبوزه هذيك ما نعرفش كيما العصائر نشوفوا فيها حشزنا ديجا عصائر موجوده في امبلاج
معناها ماهوش مطابق، معناها يستعمل دبوزه نتاع جازوز ولا نتاع مياه مستعمله من المواطنين، يجي يحط فيها الجيب ويبيع فيها المواطنين. هذوك ساعات اصلا السيت تبيع السيت راح جزني لهم برشا فهمني، غير صحي الوعاء اللي حاط فيه ما تعرفش المصدر نتاعو شنو منين جاء، دونك غير صحي. يقول لك جهه واستعملته شركه نتاع ماء، ما هو ذيك انا ما تديت تخمين تشرب منها مواطن قنوعي اي تشرب منها مواطن جيت في القهوه انت المواطن هذاك اسكو هو مريض سليم ولا لا؟ دونك انت تقول اذا كان ربما هزها من سله من سله الفضلات فهمت دونك اليوز ما ويبيع احنا نوعي المواطنين باش نشريو كان حاجه صحيه ما تست... معناها وعاء تجيبه من دارك والا فهمني مراقب صحي به. خلينا نقطه اخرى بربي يزيد فسر اللي يخليهم الاختار على الصحه نتاعه. من العاده السائقه في تونس وخاصه في ولايه القيروان وهي من عاش قولي سعاده صحيه والا ليه وتراقبه الناس اللي تمشي تشري في الخبز يمس 30 خبزه بيدو باش ياخذ خبز. فما بعض المواصفات او الاجراءات اللي تنصحوا بها اصحاب المخابز اليوم باش نحطوا الحد الادنى من معناتها نحافظوا على الخبز صحيا بالحد الادنى نتاعو، فما بعض النصائح اصحاب المخابز واصحاب المحلات بيع المواد الغذائيه لي دو خاصه اصحاب المخابز راه ممنوع مواطن يدخل المخبز، ممنوع يدخل المخبز صار من البيت لازم ممنوع يدخل المخبز ويلزم اللي يمس في الفلوس ما يمسش الخبز لان الفلوس هذيك ما تعرفش وين كانت وهو يبدا في يوم يصير يمس في الخبز. هذه في جائحه كورونا معناها وعيناهم المخابز تم مخابز تحسنت وضعيتهم اما تو نلاحظوا فيها رجعت حتى من المواطنين المواطن معناها صاحب المخبز او صاحب العطريه كي تحكي معاه يقول لك اول مواطن يحب يمس ثلاثه خبزات اسيدي سيبوزون اشكون وين كان يخدم هذاك المواطن كيفاش يديه معناه يمس أربعة خمسة خبزات هذين وعيوا حتى المواطنين ماذا بين الخبز حتى في المحلات المواد الغذائية يكون وراي كونتوار يعني حتى إذا كان وحده في العطرية معناها يعمل ساشي تمريك بعض العطريات بصراحة يحط ساشي على الأقل يستعمله لأنه هو يمس في الفلوس ويمس في الموظف فهمني نحكي المنظومة اللي توعي كورونا وحتى الكوش راه ممنوع عليه باش مواطن يدخل الكوش لأن هي محل صنع مواد غذائيه الكوش معناها ما تنجمش تدخل ساعات تلقاه في الكوش ساعات تلقاه انت المواطن هذاك شوف وين كان يخدم كان ربما كان في يخدم في انفيرونمون باش ما ندوش ربما مهن يجي يبيدو ما يغسلهاش يمسلك هو كيمسلك يخدم صنعة كان يخدم في اي بلاصه عادي مثلا فيريس زراثيم كذا مش تحت كل للناس اللي يسمعوا فينا في الحوانت اللي يبيع مع تلمس الفلوس ما مش الخبز وإلا يحط قا ولكن ما قلت فما ناس تتحايل بساشي على الأقل هو مش المواطن خاطر من الإجراءات ساعات عاد ساعات تدور معناتها أنا والأغرب من هكاك ثم خبز نشوف فيه في الشارع احنا هنا ربما الغبرة وربما برشا حوايج احنا هنا مع مصالح البلدية اللي هما الانتصاب العشوائي معناها مش ما نجموش نراقبوها احنا مع مصالح البلديه ان شاء الله يمنعها الظاهره هذه نشوفوا فيها بصراحه موجوده برشا. به بكري زاد حكيت لي على حاجز كميه من الخضر والغلال. شو مع التقوى فازده بدات تتعفس هي مع السخانه هذه خاصه في سوق الجمله احنا نراقب في سوق الجمله خاصه في سوق الجمله فهمني خاصه في سوق الجمله معناها ثم خضره تبقى مده معينه يلزمها تتلف نلاحظوا ان هي معناها غير صالحه للاستهلاك مع نانو بيتليف معناتها تلاحظوا برشا كميات هذوما توا سياسيين ما هو ثم خضره تبيت بار اكزومبل هي سريعه تعفن كيما طماطم ما خرجتش في وقتها ما خرجتش في وقتها تتعفن تبقى تتعفن به. سيانيس نضيفنا اليوم سيانيس الزايدي وهو كهيت مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان وكتابونا توا سيانيس حتى على الكرون بجنب هذه بعض الصور خذيناها من الإدارة الجهوية في عملية المراقبة اللي قاعدين تقوموا بها ومشيتوا حتى للوسلاتية مشيتوا للمعتمديات معناتها سيانيس عدنا في كل معتمدية عدنا فريق وحدة محلية لحفظ الصحة فني سامي لحفظ الصحة وإلا مراقب صحي وإلا زوز مراقبين معناها فهمني هذيك زميلتنا في الوسلاتية معناها نحييهم كل الجهات قاموا بخدمه كبيره ويخدموا حتى العشيه وفي الليل ويجيبوا معناها التحاليل نتاع المواد الغذائيه يجيبوهم في الليل واو المخبر الجهه وزيد الحقيقي اللي يبقى محلول حتى نصف الليل ما عندنا مخبر تاع حفظ الصحه يبقى محلول نصف الليل باش تقدموا التحاليل والعينات باش ناخذوا نقبلوا التحاليل ومن يوم الغدوه نبداو نحلوا به جماعه الصحه عندهم الحق باش يدخلوا اي محل عمومي ويقولوا اعطيني البريليفمون هذايا ولا اعطيني الاجراء هذايا ويعاين المخالفه هذايا
هذا ما هذا هذا يعني انا ناخذ الراحه حاجه فيها شك فيها ماهيش فهمني ناخذ منها تحليل به. خلينا نزيد نسلك على نقطه اخرى اللحم. خلينا نفهم انا حاجه معادله صايبه يعني خنقول اونيتمون معادله صايب انا نحب نمشي ناخذ لحم مراقب خاطر نعرف الامراض اللي تنجم تكون موجوده فيه لا قدر الله وجينا الموني مستنسين بيه على الاقل 10 سنين فايتين ثاني صح نورمال ديما نقمر انا باكل الطابع الازرق ولا الاخضر. فما بلديات تقول لك ما عنديش الاباتوار نتاعي فما ناس تبدا تمشي تلقاها ذبح وقتها معناتها هي شنو شنو باش نعمل على الاقل ثاني على الاقل نصيحه نجم للمستهلك اللي قاعد يسمع فيه شي نصيحه ولا الحد الادنى اللي لازم يكون متوفر فكل اللحم هذاك باش نجم انا نستهلكوا نستعملوا ثاني صح عديد الجزاره معناها كي راقبوها معناها وهي مصالح البيض معناها تنجم تفصل في اسفل الحم صالح الاستهلاك مرات نشوفوا معاهم في بعض حاجز مثلا من هو الاشكاليه ربما في تهيئه المسلخ الجه يلزم يلزم انا ندعو معناها البلديه تهيئه راي ربما يحبوا مسلخ مطابق للمواصفات راي المسالخ يشوفوا مسالخ في اوروبا بصراحه مسلخ راهو معناها اللحم حاجه سنسيبل برشا لازمنا مسلخ مطابق للمواصفات. شفت المسلخ نتاع ولاد شامخ ذلك في المهد شفت انا ما حبش ان هاو قريب معناتها لنا هذيك راهو حاجه هذيك تخدم في اطار بارتناريا بيبليك بريفي وحنا نشجعوا عليها على الاقل باش الدوله تحسن الخدمات هذيك تحسن الخدمات وحاجه سنسيبل معناها اللحم. وهنا الاخوه الجزاره بصراحه نحبوا نقدموا لهم نصيحه على الاقل يبدا الحم معلق على الاقل بيترينا بولار والا مغطي بالصاشيات لانه الحم شوف انت الغبره معناها معمول عليه تراب من بعد ربما يلصق وما يتنحاش وتعدى في الماكله. هذه نصيحه لاخواتنا الجزائر يغطيوه على الاقل على الاقل على الاقل وهي مش معناها ضروريه نورمال مو يتحجز الحم هذاك فهمني كي يبدا معناتها معرض للفيروسات والبكتيريات للغبار لكل شيء لازمو هذا زاد باش يفهموه راه قاعدين نخدموا على الاقل خاطر نعرفوا عمل مسلخ مطابق للمواصفات من حقنا من حقنا بيكون هكا مطابق حفاظا على صحة معناها منبر اعلامي ان شاء الله تخدموا عليه هذايا الموضوع هذايا لان حاجه تبقى ديراب على الاقل للناس الكل. به فما نقطة الدجاج والتوسكي معناتها الدواجن منين نمشي نشريها؟ دواجن المحلات المراقبة صحيا اللي هي عندها تأخذ من المسالخ المعروفة. بالنسبة للدجاج الحي راهو معناها راسلنا فيه المصالح المعنية في عديد المرات وبصراحة راهو ممنوع معناها ونشوف فيه مثل معناها كارثة كبيرة بصراحة خاصة في مرش حيسية نمشي خلينا نمشيو للموضوع هذا تو انا ندخل للمرشي ندخل مرشي بلدي ونلقى ناس بغادي معناتها واحد من الناس كمواطن عادي راه نقول بون مادام مناسب لنا في مرشي بلدي دونك من حقي ان نمشي نقف قدامه ونقول له اعطيني الدجاج هذيك يذبحها يريشها يسلخها يقصها لي حطها في ساشي ونمشي على روحي نقول سي بون هذيك. باهي الظروف هذيك انت كمواطن عادي تشوفها ظروف صحيه نسالك انت كمواطن عادي انا ما نفهمش في الظروف الصحيه ولا تو ثاني فهمتني معناتها هذا الدجاج الحي ممنوع لازم تعمل في اباطوار مطابق للمواصفات كيما معناها كيما المسلخ العادي كيما اللحم يلزم مسلخ عادي كيما ما نردوش الاسماء ربما الشركات المعروفه اللي عندهم معناها مسالخ خاصه بالدواج فهمتني. بالنسبه خليني نتعدي لك الحاجه ما اغرب ربما في المارشي تم الفضلات نتاع الدواجن وقت تطيح كعبه غله تطيح كعبه خضره ومن بعد ترجع كعبه غله نجم صغير يعدي عليها شوي ماء كهو فهمتني؟ شنو هو ماء لها بالسلمونيا الوسخ هذاك شنو ماء فهمتك نجم تعدير عديد الامراض معناها فهمتني؟ هذه حاجه بسيطه والدجاج هذاك مراقب فيه حد ادنى من الرقابه ولا ما نعرفوش منين جاي توا احنا بالنسبه لينا ممنوع بيعان هذاك ممنوع ما نتعديش الخط بتاع المراقب دونك هذاك ممنوع ولا ينصح به بالشفد عليه الناس الكل. به حاجه اخرى فيما يخص الحوت تو بديت باش يسخن وباش يقبل الشريان نتاع الحوت
واللي نتبع فيه مثلا مرة أخرى لقيت كمية كبيرة على أساس بشي شو يصبرها وتم القبض عليها كمية في كاميون عادي. تولي في المعتمديات شو يعمل معناتها ساعات يستنك نهار متاع السوق ويجي معناتها يجي كاميون يحلك الفريق متاعه وبيع ويمشي. على الأقل هذوك تم بعض المراقبة في الأسواق الأسبوعية اللي موجودة في بعض المعتمديات. سي أنيس هو فهم هو فهم محلات رو اللي بيع الأسماك بالنسبة للانتصاب العشوائي رو الصحة ما نراقبوش محل ما فيهوش باتين ده ما نراقبوش واحد من مهام المصالح البلدية والمصالح الأخرى. فهمني احنا نراقبوا كل المحلات المفتوحة العموم اللي عندها باتين ده واللي هي موجودة. فهمني لأنه إنسان هذاك باغ إكزومبل خديت من عنده أنا تو بريليفمون من بعد طلع بوزيتيف البريليفمون ومش نلقاها لانه هو انتصاب عشوائي. انا ما نجمش ان انا في قانون نتاعنا ما نجمش نرفضوا ما ليس لكم مش عشوائي ما نقننوش الانتصاب العشوائي. فهمت معناتها بيتوجه انه هذاك يقعد عشوائي لانه مواد غذائيه مواد غذائيه سنسيبل ما تعملش هكاك لازمها محل مراقب فيه مواء في يلزم مغطي بالثلج ديما في فهمني. علاش انا سالتك هذه خاطر تو مالوريزمون سيانيس مع بعض المناسبات الموسميه اللي في تونس يتولي معناتها راس العام عادي تلقى واحد ناصب ما تعرفش منين حط جاتو تو هو باش يبدا معناتها تلقى حط ناصب حط فيه الغريبه ما نعرفوش عليه منين. بوقت الموفمون الكبيره تلقى واحد حاطط طاوله وحط عليها كيلوات نتاع مقروض مسكر ما نعرفوش عليه منين. فهمت علاش انا سالتك نقول بون هذا مادام موجود. هي كان لاحظت في السنوات الاخيره معناها وقع برشا ردع معناها ما عادش كيقطوا معناها الانتصار كيما فهمني بصراحه برشا العديد من المحلات العشوائيه معناها وقعت مداهمات وقع حجز كميات كبيره من الحلويات اللي هي غير مطابقه واللي ما تستجيبش لروحها بالصح. معناه هذا احنا نركزوا مع المنبر الاعلامي نتاعكم معناه للتوعيه والتحسيس المواطنين خاصه اذا حاجه تحسها تضر صغيرتك راك ما تقارنش هاي الثمن نتاعها رخيص راهو بعد ربما الله يقدر مش تدفع اضعاف واضعاف الحوايج صحيا صحيا معناها على المدى القريب وعلى المدى البعيد تم حوايج ما تخرجش بالوقت تم دي كلوران تم دي معناها ما نجيهم كل ولونات هذيك توصل حتى الامراض معناها السرطانيه. فهمني سينيس يجيكم مثلا تو دي ريكلاماسيون مثلا يقول لكم مواطنين مرض كلا ومرض ويقول لك انا خذينا من الحانوت هذيك ولا من البلاصه هذيك جاوكم في توقع له تسممات غذائيه توقع ديكلاراسيون احنا هما معناها دي مرضية ديكلاراسيون اوبليغاتوار التسممات الغذائيه معناها كي وقت تسمم غذائي في يجيو المستشفى ولا يجيو اي حتى البريفي يعلمنا معناها. فهمني ونحن نعملوا لوكيت نتاعنا. فهمت دونك تجيكم وتتبعوا وتشوفوا من مين هذوما تبعوا سينيس تبعوا باش نبداو في عمليه الحلو باش تبداو الناس الكل ونعرفوا زاده مالوريزمون ما تعرفوش مين يطلع منا حومه منا بر يطلع دبو معناتها دبو دبوره ما نعرفوش عليه واللي يصنع في الحلو. قاعدين تكثوا في الحملات هذيا قاعدين تراقبوا قاعدين نجيكم في معلومات اليوم قاعدين تقوموا ببعض المداهمات على الاقل لهال العشوائية ديما نحكي العشوائية اللي يستغلوا الفرصة وكهو برخص الصوم هو يقولك بالفعل حتى المدة الأخرانية مع المصالح الأمنية مصالح التجارة ومصالح الفلاحة ومصالح البلدية قمنا بعديد المداهمات وقع حجز كميات كبيرة معناها من المواد الغذائية اللي هي غير صالحة للاستهلاك وإلا تعمل بمواد مدعمة ومن بينها الحلويات أغرب الدبويات اللي لقيتهم وين؟ سيدش خليفهم والعبيد اللي أغرب دبو فيها ثلاثة ترانت مثلا يصنع في شوكولاتة أكت تعمل في الكرواسون وفي الكيك ثلاثة ترانت معناه ثلاثة مصنوع في محل عشوائي في منطقة ريفية لا يستجيب لأدنى شروط حفظ الصحة لا فيه على الأقل فريق ولا فيه معناه شوكولاتة مش شوكولاتة صغيرات ومش تعمل في الكرواسون وفي القطو وفي الكيك وفي ثلاثة ترانت ثلاثة ترانت هذه شوكولاتة حاضرة في أصلة معناها بريسك معناها استل 20 25 30 كيلو مش تمشي لصحة المواطنين مش يبدا يفرق فيه بالبيو أبار معناها الفارينة والزيت المدعم هذاك ميساج هذاك جانب آخر تو نحكيو فيه بخليفهم أهم المخالف ولا أغرب الدبويت لقيتوهم سينيس خليفهم والعباد مش توقع تاكل ثم شكون باغ إكزومبل الحلو القديم يعاود يرحيه ويعملوا معاه عشعش لقيناه فهمني فار اكزومبل للفايت الدات ليميت ثم شوكولاته فايت الدات ليميت يعاودوا يرحيو فيها يعاودوا يقبلوها يرحيوها ويقول لك تتعدى مع الحلو هذه من الغرائب باش يفهموا معناها الضمير معناها نحب نشوفوا على الاقل العباد اللي تخدم
في حوايج تخدم ضمير، والناس الاخرين اون باراليل اللي يشريوا على الاقل يشريوا محلات مراقبه صحيه الحفاظ على صحتهم، صح صغيرات ديما نعاودوها ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحفظنا. امين امين يا ربي. ده ليه ده معناتها متاكد من حاجه باش نقعد بريوتا ومش ناكل معناتها الشوكولاته هذيا من منظر النجم تصور تمام. محلات راهو الشاد يحفظ ولا يقاس عليه سير حي، ثم برشا محلات معناتها تحسنت حتى في القروين تحسنت الواحد فهمني، ثم محلات معروفين معناها مضلي راجل دولار نمشيو لهم نحيوه يعطيك الصحه فهمني، مش هذه راهو الشاد معناها ناس فهمني، اما ثم محلات مش المحلات كلها معناها باش العباد تعرف من تاكل على الاقل خاف مراقب صحيا على الاقل نخاف على صحتي على الاقل اذا وجد ضمير حاجه اخرى ما انا نخاف على الاقل نخاف على صحتي. وحاجه اللي خلينا نركزوا عليها سير حيا بالله هذه ري تم حويج تسممات من حاجه جراثيم كذا كذا تنجم تخرج لك اليوم غدوه بعد 24 ساعه تم حويج معناها كيميائيه معناها الونتير من بعد عوام باش تخرج للبدن، وشوفوا طول في المجتمع الامراض الخبيثه السرطانيه عافانا وعافاكم الله معناها موجوده، معناها ماذا بينا نحمي صحتنا وصحه صغيراتنا نستهلكوا صحيا ونستهلكوا مواد مراقبه على الاقل من الحالات المعروفه حتى الله يقدر يوقع انسيدون ولا تسمم غذائي، على الاقل نعملوا لونكيت يتحمل مسؤوليته على الاقل صاحب المحل فهمني. انت تاخذ من محل عشوائي توقع لك حاجه بعد من شكون مش حاسس باش تقاي السكر نجم يخدم كان نهارين ثلاثة ويسكر على روحه ونجم يكون ينتصب عشوائي ويمشي على الروح فهمني. دونك لازم كنت تعرف الناس الكل منين لازمنا قاعدين منين لازمنا ناخذوا، هذا ديما اللي ناكد عليه. سي انيس نقطة أخرى اللي نحب نفهمها تو ساعات نلقاوك حلول وأحمر حلول وأخضر حلول وما عرفش أزرق الكل روح هذوك قانونيين ما همش قانونيين صحيين ما همش صحيين وقت اللي تو يكثر الاستعمال نتاعهم معناتها في الاونه ذي ثم دي كولورون اللي هما معروفين 123 ايام دي تايب تكنيك ربما وموجودين في الحوالي لا ممنوعين اللهم يستعملوهم المحلات العشوائيه الغير قانونيه المحلات اللي تصنع في المرتبات وتعرفهم يعرفوهم هذوما معناها ما يستعملوهمش فهمني، هذه الحوايج الكيميائيه اللي نحكيو عليها فهمني، معناها هذه على الاقل اللي المحلات اللي مراقبين صحيا وعندهم باتيندا في بالهم بهم ويعرفوا ما يستعملوهمش، ربما محلات اخرين ربما يستعملهم مواد مهربه ولا ممنوعين معنى هذا الشيء وتم الحجز نتاعهم. واش نجم نجر عليهم خلي يزيد العباد يزيدوا يفهموا مره اخرى سينيس ميسيلش أكيد كل ما هو كل ما هي حوايج هذه معناها مش تعمل امراض خطيره على المدى الطويل معنى فهمني، كل ما هي كيميائيه معناها مش تتراكم في البدن تتراكم في البدن وبعد تنتج عليها امراض على طويل به. سي انيس نقطه اخرى من الاسئله اللي قاعده توصل لنا مسيرش خنستغل حضورك بعدين عاود ذكركم انه سي انيس الزيدي كهيئه مدير الصحه البيئيه بالاداره الجهويه للصحه بالقيروان القاو من مجالس ومن الصلاحيه نتاعكم ولا به ساعات راو صور صادمه ولا ساعات اي واحد يدخل قهوه شعبيه التواليت ما تتقربش يا اخي معناتها في بالهم اللي راهو من مسؤوليتهم اصحاب المقاهي التواليت هذيك لازم تنظاف لازم والا ليه صحيح صحيح انت تسكر قهوه وجراءك التواليت اللي ماهيش مهيئه والا ليس يعني فسد بالفعل من المركبات الصحيه من اكبر الاشكاليات في المقاهي اللي شفناها ولاحظناها ومركب الصحي معناها للمواطنين ولصاحب المقهى لانه صاحب المقهى اللي يخدم في القهوه ويمس في القهوه مش يدخل المركب الصحي، اذا ما ثمش بوان دو ويغسل يديه بالماء والصابون معناها مش يتعدى من المركب الصحي يتعدى يمس القهوه ويمس الحليب ويمس كذا فهمني، وثم بعض اصحاب المقاهي معناها يقول لك هم المواطنين مش واعيين يجي يكسر لي الصاج ويجي يكسر لي الله غير باسمك تصلح حاجه اخرى بربي اصحاب المقاهي راه ممنوع عليك تسكر المركب الصحي راه ممنوع عليك تسكر المركب الصحي في القهوه ممنوع عليه يسكر المركب الصحي في القهوه، ثم ندخلوا بعض المقاهي نلقاها مسكر المركب الصحي مسكر بالمفتاح فهمت به هذه النقطة ذي ما أنا ما نعرفش نقطة أخرى خلينا نزيد نسك عليه، فما بعض المحلات يقول لك هاني عندي سانداج معناتها حافر سانداج واني نستعمل فيه الماء ولا متاع الماء هذيك صحي ولا غير صحي سي أنيس؟ يلزم ماء مراقب يا إما من الهندسة الريفية وإلا من الصونية مثلا حتى سور صخرة لأن هذه دورية ليمونتير معناها حتى سور صخرة سي أنيس. هاو ساعات ندخل هنا على السوبرات
باش نمشي نقضي نلقى حاط الميل برا مع ضرب الشمس. نقول عادية ماهيش عادية مستفيد شروطك المال تو خاصة مش تسخن شوية ثاني نعطيه فيك في دي سيناريو وحالي خلي يعرفهم المواطن الشمس والماء بيبس الماء صحي وإلا لا غير صحي خلينا نمشي وغير صحي مش كان بيبس الماء شو كل ما هي مشروبات غازية مشروبات عصائر كل ما هو مواد تعرض للشمس ما تم حتى مادة غذائية تحطها للشمس لأن توقع عن تركسيون بين المادة الغذائية والامبالاج بلاستيك معناها تولي فني وحتى معناها تولي تضر بصحة المواطنين فهمتني معناها ممنوع عليهم أصحاب المواد الغذائية بالجملة ولا المحلات ولا المواد الغذائية بالتفصيل وإلا أصحاب المساحات الكبرى ممنوع عليه باش يحط مواد غذائية للشمس عوضة للشمس راهو ينجم معناها حجزها وإتلافها هذه نقطة خلينا نوعيهم حتى المواطنين ديما نرجعوا للمواطنين كي تلقى مواد غذائية معروضة للشمس ما معناها ما تشتريش ما هذه ديما المواطنين المواطن هو اللي هو اللي عنده المفتاح معناها هذاك على الأقل معناتها أنا بفكرة على الأقل أنا نحمي ربي ونستحفظ هذوما المعلومات اللي ما نعرفوهمش برشا راهو ثاني الحقيقة معناتها أنا واحد لسه قاعد نكتشف فيهم راهو مع 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 السادة المستمعين به نقطة أخرى خلينا نرجع مرة أخرى للقهوي سي أنيس القهوة تراقبوا كل شيء زيد حتى اللي يخدموا الخدامة وزي نتاعهم كيما قلت لي واللي يطيبوا وكل شيء وتاخذوا حتى دي بريليفمون توا سي أنيس توا في رمضان ناخذوا عندنا زميلنا في معناها يخدم في الفترة المسائية معناها ياخذ عينيات من الملفي ولا من القطو ولا من معناها المرتبات اللي يبيعوا فيها وتمشي تمشي قصد التحليل تحليل في المخبر الجاي به تحلو حتى زيت كما قلت بكري سانيسة اللي يقلي معناتها في اللي يقلي وبيه ولا الزيت نشوفوا اسكو صالح ولا ماهوش صالح معناها فهمني ثم معايير معينه ثم اباريت تعطيك لانه ينجم يتحرق الزيت هذاك وتولي كاليتي ولا يضر بالماده الغذائيه فهمت به ثم معلومه بربي اللي يقليو كسوا كابتاجي كسوا المقروض كسوا اللي يقلي في الزيت مش 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 تبدا كوانتيتي نتاع زيت محروق يحط عليها زيت جديد هذه لاحظناه لانه هذيك مش تفسد الكوانتيتي الكميه الجديده يلزم الزيت يصفي استعملته ولا ماهوش صالح تتخلص منه بطريقه صحيه ما نرموش بربي ملاحظه به ما نرموش في الزيجو على خاطر ثم راسكله نتاعو زيت هذايا وقت ترماه في الزيجو معناها مش يفسد القنوات هذيك تمشي تسد هو اكبر مسد عليه هو ومش يتسد للمواطنين لانه هو شركه مش ملك العمومي هذاك صحيح ولا ما جابش تصفي برشا هذاك راهو خاطر ماهوش معد وفما نترا وخدمتهم يجي ياخذ من عندك الزيت المحروق هذاك ويهزوا ويستعملوا في طرز يرسكلوا فيه بي انا زيد السيانيس يقول القائل تو انتم ما عندكم لاباري باش تعرفوا محروق ولا الزيت هي من الانسان العادي كيف باش يعرف معناتها الخدام العادي كيف باش يعرفوا محروق بالعينين يعرفوا بالعينين يعرف حتى الويني يعرف الويني يعرف الويني زيت محروق انت كمواطن عادي تعرف زيت محروق ولا جديد دونك كي باش نشتري الحلو خاصه في العيد لازم ندخل محلات اللي مستانس بها عام ولا 12 شهر مش حل الايامات هذيا وكي ندخل يبدا نعرفوا اللي هو مطابق للمواصفات الصحيه وما يغركمش السوم ما يغركمش السوم سيرتو هذيا رانا ديما ناكد عليه سيانيس نقطه اخرى شهر سيدي رمضان مش يكمل الصغيرات في العيد شو بدهم يشيلوا من اللعاب وفي بليغ حتى أصدرته خلنا نقرأ جزء منه استعدادا لاحتفال بعيد الفطر المبارك تدعو وزارة الصحة والتجارة وتنمية الصادرات إلى عدم الإقبال على اقتناء اللعاب التي تشكل خطر على سلامة الأطفال كما الفوشيك القاذفات بالكويرات الخراتيش وتؤكد الوزارتين على ضرورة اجتناب اقتناء المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة الغير الخاضعة للمراقبة الرسمية خلنا ناخذ فكرة هي انا شنو اللعاب اللي مش همش لصغاري على الاقل خاصه لهم للساده المستمعين سيانيس اللعاب خاصه اللي فيهم نبسطوها معناها اللي فيهم المفرقعات كيما الكويرات اللي فروده بالكويرات لان هذيك ينجم يضر خوه ينجم يضر قريبه في عينه في فهمني واللي فيهم النبل بار اكزومبل فهمني شفنا في السنوات الفارطه معناها بعض الحوادث معناها الفرحه في العائله اللي قدرت تنقلب الى كارثه معناها فهمني حفاظا على صحتنا وصحه وسلامتهم وصحه صغيراتنا على الاقل
وثم لعب معينه فيها دي برودوي ليكيد معناها ثم شكون ينجم يشربها اللي يعملوا لي بيل معناها فيها يعملوا لي بيل نجم طفل صغير مش واعي يشربها فهمني لازير وثم لازير زاد وثم ربما لعب ينجم يبلعها طفل في عمره هذاك عليها ثم بيانات ثم محلات معناها معروفه معناها مع تخضع المسالك التوزيع المناسبه قانونيه وتلقى حتى بيانات معناها على اللعبه هذه العمر نتاع 4 ل 6 سنين الاخرى من 8 ل 10 الاخرى من عامين ثلاثه معناها فهمني وطريقه الاستعمال ربما طريقه الاستعمال زاد فيها فيها دي ديتاي معين تلقاها على البيانات تاع اللعبه معناتها خاطر زاد نعاودك نفس الحكايه تو سيس تو نحكيو فيه معقول على الاخرى ماك تعرف ساعات في العيد الناس الكل تولي تشري اللي صحيح. عنده لعبه اللي عنده كرهبه اللي عنده فوشيكا دونك بربي نسيسو نسيسو روحنا وخلي ذوما اللي يقولون خارجه عن المسالك المنظمة الخير الخاضعة للمراقبة الرسمية نهار العيد تقعد وتخدم انت وسي انيسه نهار العيد عندك فرق فريق نتاع معناها استمرار يبقوا يخدموا حتى الاخر لحظة ان شاء الله سي انيس الزلابي والمخارق يقبل يكثر الاقبال عليه راقبتوهم بصفة دورية سي انيسه راقبناهم وخاصة اشكالية ديما نقولوا هي اللي فيها هي الزيت معناها اذا يفسد راهو مش يفسد المادة الغذائية ديك فهمني دونك تيما المراقبه نتاعها صحيح ثاني شنو هي قبل ما نختم انا معاك شنو هي نصايح نجم نقدموها للساده المستمعين بصفه عامه كسوا للمستهلك ولا كسوا للمنتج ثاني على الاقل الزوزة اهم النصايح اللي نجم نقدموها باش نعيدوا بصفه مرتاحه واحد ماهوش خايف انا الناس الصناعيه ماذا بينا يغلبوا ضميرهم ما يغلبوش الماده على الربح على صحه المواطنين فهمني اقول يس وحاجه ثانيه المواطن ماذا به هو اللي يحكم حاجه يحس الضر صغار والضر صحته ما يشريهاش ماذا بينا المواطن هو يكون الفيصل وماذا بينا حتى وسائل الاعلام تكثف من الحملات التوعويه من بينهم حياتها فيها مشكورها اللي هي اذاعه للصحه منبر في القيروان ان شاء الله تواصل معناها وتطرق العديد طرقت العديد المواضيع الهامه خاصه في التوعيه والتحسيس ماذا بينا اكثر ومضات توعيه وتحسيس للمواطنين على الاقل اتوماموس يا نيس اتوماموس تحضروا بحذانا نعطيوا هالي سبوت الثقافه التوعويه الصحيه خاطر في الاخر كل واحد بروحه معناتها اللي يستحفظ على روحه اللي تستحفظ على روحك باش تحمي روحك من الامراض سانيس الزايدي كيت مدير الصحه البيئيه بالاداره الجهويه للصحه بالقيروان ان غرو ميرسي لحضورك بحذانا ان شاء الله رمضانك مبروك ان شاء الله عيدك مبروك لك انت وكافه الاطارات والفرق اللي قاعده تخدم ليل ونهار كما قلت لي انا اليوم تروا بوست تروا شيفت موجودين باش تامنوا ال 24 ساعه ل 24 ساعه حتى في العيد ان غرو ميرسي لحضورك بحذانا زملائي الكل اللي يخدموا سير ترا واللي يخدموا في الاداره تمنا خدمة كبيرة ومعالجة المشتركة نشكر الجميع وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام بخير وتونس بخير إن شاء الله. ان غرو ميرسي ليكيب كامل زاد كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي أمنوا لكم 120 دقيقة من بثنا المباشر نتلقاو غدوة نتلقاو الجمعة الجاية في الإفطار باش نرجعوا لكم في الإفطار في نفس التوقيت ديسي لا بيسيف يا لاسومين بروشان. في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم